Do you know what we wouldn't have found if we would have stayed on the trail what is that oh my God! Oh my God! it's a story people know but don't talk about we don't bother them but anyone who goes up there what is this place they don't come back ازيكم يا جماعة عاملين ايه ورجعنا لكم النهاردة مع فيلم نزل من حوالي ثلاث أسابيع اسمه رونج تيرن الفيلم بطولة شارلوت فيجا وإيدن برادلي وبيل سيج وإيما ديمونت وديلين ماكتي ومن إخراج مايك نيلسون الفيلم كان المفروض كان ينزل السنة اللي فاتت سنة 2020 بس بسبب المشكلة اللي بتواجه العالم في السنة دي ابتدى الفيلم يتأجل كذا مرة لحد ما اعلنوا عنه ان هو هينزل ستة يناير عشرين واحد وان شاء الله هينزل على الدي والبلوري اخر الشهر ده الفيلم يعتبر ريبوت للفيلم القديم اللي نزل سنة 2003 بنفس الاسم اسمه رونج تيرن برضو وبسبب نجاح الفيلم بتاع 2003 نزل حوالي ست اجزاء وراه وبعد نزول الست اجزاء قرروا بعد كده صناع الفيلم انه يعملوا ريبوت من اول وجديد السنة دي الفيلم بيحكي باختصار ان عن اب بيدور على بنته ان هي اللي اختفت من حوالي ست اسابيع وابتدى يدور عليها لحد ما وصل لمكان لاخر مكان هي كلمته منه فابتدع يدور عليها علشان بقالها حوالي مدة طويلة ما, ما ظهرتش بعد كده الفيلم بيعمل فلاش باك بيرجعنا ست اسابيع وبيورينا ازاي البنت دي اختفت هي كانت هي وخمسه من اصحابها كلهم كانوا ست اصحاب اربع ولاد وبنتين كانوا رايحين بقى رحله هايكنج وسط الغابات وعشان يستمتعوا وينبسطوا لكن في الغابه قابلوا حاجات ما كانواش متوقعينها ومشاكل كتير بعد كده مش عايز احرق الفيلم وابتدي اقول رايي عن الفيلم اول ما سمعت ان في ريبوت للفيلم اللي اسمه رونج تيرن الصراحه انا ما شفتش الفيلم القديم تمام ولا اي جزء من الست اجزاء اللي بعديه فبعد كده قلت فرصه كويس الواحد ايه يبتدي يتفرج ويشوف ايه الكلام وبيحكي عن ايه وكده قصه الفيلم جميله الحلوه وكل حاجه بس للاسف الشديد الدنيا باظت بسبب سوء التمثيل يعني اللي هم المجموعة اللي هم الست ست أبطال تقريبا ما فيش تقريبا غير شارلوت فيجا بس هي الوحيدة اللي كانت بتمثل كويس وهي اللي بتقنعك ان هي في خطر وان في مشكلة وكان ده كله التانيين كان صراحة ردود الفعل مش مناسب خالص لأي موقف بيحصل مش عارف روبوتات السيناريو والحوار مش حلو خالص بيخلي اللي بيتفرج مش عارف ينغمس جوه الأحيان. ويندمج ويبتدي اخاف عليهم لما بيحصل لهم مشكله وكده فمش عارف الصراحه هل ده بسبب سوء التمثيل ده هل بسبب المخرج ما كانش يعني عايز يخلص الفيلم باي طريقه فبيرضى ان المشهد خلص وما يصدق انه خلص والسلام وكده وينتقل للمشهد اللي بعده ولا ايه آه ثانيا برضو في حاجات مش مقنعة في الفيلم آه بمعنى ان مثلا حد لو وقع في فخ او حد آه ضرب آه سيف او حاجة جامدة قوي كانه الصراحة كانه تعور تعويرة صغيرة كان حد داس على رجله فرد الفعل مش مقنع آه رجعت تاني ابص على النت هل الفيلم قصده بالطريقة دي كوميدي طلع للأسف انه مش قصده كوميدي زي في افلام كده كتير انه مثلا تبقى اصابة كبيرة بس رد الفعل للبطل ايه ما تبقاش جامده فبيبقى قصدهم يضحكونا يعني لكن للاسف الفيلم ده قصده كان جد بعد كده لما بصيت لمدة الفيلم لقيته حوالي ساعتين الى عشر دقايق ما بقيتش مصدق ازاي انا هقدر اكمل فيلم بالمدة الطويلة دي بالطريقة اللي انا شايفها لكن طبعا عشان برغم من كل ده بسبب حلاوة القصة الواحد كمل وابتديت اتفرج وعايز اعرف يعني هيخلص على ايه أه نيجي للمكياج والاصابات اللي كان الابطال اللي بيتصابوها أه مش عارف كان شويه وتضحك كانهم مش مصروف خالص على الـ على الايفكتات والحاجات اللي بتبقى في وشوشهم وعشان تبان الاصابه والكلام ده كله فممكن دي تكون مشكله بادجت مش مشكله حد تاني ممكن مصرفين جامد في الموضوع ده بس نرجع تاني برضو للتمثيل دي ما موضوع بادجت او ما مشكله بادجت دي قدرات ممثل انه بقل التكاليف انه يقنعك انه قصاد حاجه كبيره وخطر الحلو للفيلم بالإضافة للقصة الصراحة الساوند تراك اللي في آخر الفيلم جميل جدا فدي من الحاجات اللي بسطتني يعني القصة شوية زائد آخر الفيلم الساوند تراك غير كده الفيلم مش قوي خالص علشان ضاع بسبب التمثيل في حاجة تانية برضو لو يا ريت لي في الكومنتات ان اللي شافوا الافلام القديمة او اللي شافوا بالاخص الفيلم القديم بتاع سنة 2003 هل كان احسن من الفيلم بتاع السنة دي ولا فيلم السنة دي هو اللي كان احسن من بتاع زمان؟ اللي اتفرج عليه يا ريت يقول لي رأيه عشان احب اسمعه. انا عن نفسي صراحة اتمنى ان انا انسى ان انا شفت الفيلم ده فلو يا ريت ويل سميث يساعدني في النقطة دي. تقييمي لفيلم رونج تيرن هو ثلاثة ونص من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا لي في الكومنتات ايه السبب واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت برضو يقولوا لي ايه السبب عشان بنتناقش مع بعض وسلام